اخبار اليوم. دلوقتي معانا شارب واحد هنعمل بيه اكتر من لفه عشان كل البنات اللي بتحس بملل من ان هي بتلبس نفس الطقم على نفس الطرحه بنفس الشكل فبتزهق من الطقم بسرعه. هنعمل دلوقتي اكتر من حاجه تخليكي حاسه ان دايما انت متجدده. بقسم الاشارب بحوالي تلت وتلتين تقريبا. ممكن ابين البندانة من تحتيه وممكن لا. حط هنا دبوس. الفكرة اللي انا هعملها دلوقتي ان انا هاخد دي اخليها مثلثة هنا. كأني حاطة سكارف من المثلث اللي بيتحط هنا لوحده. وبمسكها من هنا الدبوس. هبتدي اخد الباقي الفه واجيب المثلث ده على المثلث ده وادخل بس دي من هنا. ودي ميزه الطرحه الليكرو ان انا ممكن من غير دبوس ادخلها بس كده بتمسك وتفضل معايا طول النهار ثابته. ده الشكل الاول. وعندنا طرف طويل يعني نكمل وراه. دلوقتي عندنا طرف طويل بعد ما عملنا الجزء الملون بلون مختلف على الوش. هنبتدي نلفه كده على الرقبه وناخد الجزء ده وندخله من هنا. لو انا بحب شكل الطرحه اللوس فانا هسيبه كده. لو انا ما بحبش فانا ممكن امسك بالدبوسين دبوس من هنا ودبوس من هنا. ممكن مره اعملها من غير دبابيس مره اعملها بدبابيس مره اخد الدبابيس لحد ورا واسيبها من هنا من قدام. بعد ما شفنا الشكل ده هنشوف شكل كمان على نفس اللي احنا عاملينه ده من قدام. هنبتدي ناخد نفس الطرحة كده نطلعها قدام شوية نعمل بيها كده كروس عليه. في اشكال طرح بتحتاج دبابيس كتير شوية بس كل واحدة وراحتها. يعني في بنات بتحب تعمل شكل طرحة مختلف فتحب تحط فيه دبابيس كتير مش فارق معاها ان هي يعني حاطة كمية كبيرة ولا لأ. الكروس من الناحية التانية ارجع احطها كده على رقبتي. لو محتاجة اربطها هنا بدبوس اوكي عايزة تسيبيها مفيش مشكلة. اللفة دي بتناسب اكتر البنات اللي قولتها عريضة اللي عايزة تداريها شوية لان احنا الكورسات دي وان احنا لما بناخد هنا من الوش بيصغر شوية حجم القورة ما بيبينهاش اكتر. فلازم كل واحدة تفهم شكل وشها كويس قوي عشان تعرف الطرحة المناسبة ليها وتجرب اكتر من شكل وتقف قدام المراية وتشوف شكلها وبعد كده تشوف المناسب ليها يبقى هو دوت اللي تعتمده بعد كده في معظم لفات الحجاب بالنسبة لها. يا رب تكون اللفات سهلة وبسيطة وعجبتكم.